مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. وانتم عم تتابعوا فيديو اليوم، رجعت لكم بفيديو جديد وباجواء جديده. اهلا وسهلا بكل الصبايا اللي نورت عيلتنا جديد، بحبكم كتير. كمان اليوم رح اشارك معكم فيديو حلو كتير 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 وفيه راحه نفسيه، هيك عن جد شعور لا يوصف، كتير حلو، عن جد اجواء بتجنن. فاذا حابين تتابعوا معي الفيديو يلا خلونا نتابعه مع بعضنا. هلا هون انا وجارتي وماما، رحنا عند امها لجارتي، هي رح تطلع اسطنبول يعني، فرحنا لعندها وهي القهوه كانت عندها الله يرزقهم يا رب يعني، وهيك في عندهم جو كتير حلو فصورته. طبعا هذا الجو دائم، اذا حابين تشوفوا يلا تابعوا الفيديو وشوفوا الجو وبعدها رح نحكي عنه. صلوا معي على النبي اللهم صل عليه وعلى آل محمد، زيدوا بالصلاة عليه. صلوا معي على النبي اللهم صل عليه وعلى آل محمد، زيدوا بالصلاة. محمد يا حياتي، حياتي يا دليلي ومناتي، انت والله نجاتي، بتنور قلبي وتهدي. محمد يا نور العين، نور العين يا إمام العالمين، العالمين أنا صحبه أجمعين، والله بالروح منفدي. محمد يا نور العين يا إمام، والله بالراحة منفديك، والله بالراحة منفديك. الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله 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 يا الله. ما شاء الله، عن جد ما شاء الله، أجواء كتير كتير حلوة بصراحة، أنا كتير حبيت. هلأ هذا الجو اللي عاملينه بالبيت عندهم ما بس مشان رمضان يعني، إنه هيك ديكور لرمضان أو شيء، لا هذا على طول دائم بالبيت، هيك قسم جامع بالبيت عاملينه، وكتير حلو عن جد، فيه راحة نفسية، فيه هيك لمسات حلوة، عن جد يسلم إيديك يا خالي، قمة الذوق عن جد والله، يسلم إيديهم، عن جد راحة ما طبيعية. وقت اللي بتقعدي هيك قدامك هذا المنظر ما فيك قومي، عن جد رح تضلي تتفرجي عليه، وهيك عن جد انا كتير حبيت. يا ريت يكون عندي هيك مساحه واعمل هيك ركن بالبيت يعني، شوفوا مثل ما بنهتم بركن قهوه بنعمل ركن قهوه، كتير حلو انه نعمل هيك ركن في البيت. قلت لكم ما مشان رمضان هذا دائم، فكتير حبيت الفكره، كتير عجبني. هلا طبعا هن ما عندهم اولاد صغار، يمكن انه شوي هيك الوضع يختلف يعني عن اللي عنده اولاد، بس عن جد كفكره كتير حلوه. هلا بعد ما خلصنا عند خالي، بما انه هيك رمضان قرب على الابواب، الله يعيده علينا وعليكم، وان شاء رمضان كريم على الجميع.
الجميع، وإن شاء الله سنة الجاي بيكون هيك الكل محقق كل أمانية إن شاء الله يا رب. فجيت أعملكم جولة بالسوق وبالشغلات اللي نازلة على رمضان وهيك، وناخد شوية أفكار وناخد شوية غراض أنا لازميني مشان أشارك معكم ديكور رمضان. طبعا أنا تأخرت شوي عليكم أنه بديكور رمضان لازم نزلته يعني هلأ يكون نازل، بس بصراحة أنا عبفصل شغلة يعني عبسوي شغلة فلهلأ ما خلصت، عرفتوا هذا السبب. فبجيت اشتري هيك شوية غراض لازمتني، رح أخذ فوانيس، رح أخذ هيك شوية شغلات. وهلأ صورت لكم أنا هذا المحل اسمه أوجي، على طول بحكي عنه، هذا أوجي للبنات الموجودين ضمن أنطاكيا، وانا عم بسوي مونتاج ندق الباب وصار صرخت لي بنتي فاضطريت انه اقطعه. يلا خلونا نكمل. هلا اوجي بقلكم انه موجود قريب على دوار ال75، في له افرع باسطنبول، في له كتير، رح احط لكم الرابط بصندوق الوصف يعني مشان البنات، في كتير بنات بتسال عليه. طبعا هلا بصراحه اسعاره شوي غاليه كتير، بس في كتير عندهم خصومات واندرم، يعني كتير بيعملوا احيانا عروضات 30% 40%، بيبقى السعر مناسب يعني عرفتوا. وفي شغلات غاليه كتير واكيد الكويس أكيد يعني أنه بيكون غالي، الله يرزق الجميع يا رب. وهيك حبيت أعطيكم فكرة عن الشغلات النازلة، هيك نعمل جولة حلوة. هلأ بصراحة أنا إذا بشوف هيك فيديو بحب أتفرج عليه من أوله لآخره، يعني بحب هيك أتفرج على الشغلات لو أنه ما بدي أشتري، بحب شوف إيش نازل بحب هيك. وانتو يلا إذا حابين تكملوا الفيديو كملوا الفيديو معي وخلونا نشوف الشغلات اللي نازلة.
طبعا هلأ أنا رحت على أكتر من محل وصورت بأكتر من محل، فكمان في هذا المحل هذا بالإكنجي هيك بشارع الإكنجي شارع 75 سوي لفوق لآخرة الشارع تقريبا موجود هذا المحل نفس بضاعة أوجه ونفس الشيء، بس كل مين بيعمل خصومات شكل يعني حسيت البضاعة كتير كتير قريبة من بعضها. فكمان أنا كنت حاططه على القصة، في كتير بنات كتبوا لي إنه وين هذا المكان بإنطاكيا، هذا هو المكان بالإكنجي صاير فيه كتير شغلات كمان حلوة، إنه مشان بتخسر رمضان لأنه كتير هون قليل لألاقي فوانيس وهيك شغلات، يعني أنه أنا ما شفت هيك شغلات عرفتوا. فهيك هدول المحلات عندهم هيك شغلات حلوة للي حابب أنه ياخد للموجودين. قلت لكم في إله أفرع باسطنبول، في إله على الانستغرام صفحة ما بعرف إذا فيكم تطلبوا، والدفع يعني أنه بيكون عن طريق البنك أو عند الباب. شايفين في فوانيس كتير حلوة، يما بكل مكان في هيك شغلات حلوة. فكمان هذا هون المحل موجود، وأكيد أكيد بعد ما خلصنا من هون كمان رح أخذكم معي ورح نروح لمكان تاني. صلوا معي عالنبي اللهم صل عليه وعلى آل محمد زيدوا بالصلاة عليه. صلوا معي عالنبي اللهم صل عليه وعلى محمد يا حياتي. هاي صورت لكم الصفحة على انستغرام للبنات اللي بتحب تاخد سكرين للشاشة وتدخل تشوف ايش في عندهم شغلات على الانستغرام. هاي صفحتهم الانستغرام حطيتها، وهلأ كمان رح نروح على السوق رح نشوف كمان ايش نازل هنيك، رح اخدكم معي بهاي الاجواء. واسفة كتير اذا طولت عليكم الفيديو، بس عن جد انه هيك حبيت اصور لكم جولة نشوف الشغلات اللي نازلة وتغير شكل عن فيديو الطبخ. مسكي هدول شوي. ما في اصور الوان هذا. هلا هون بعد ما جينا على الشارشي سوق حلب هذا المحل مقابل نهر العاصي هيك بالمفرق بالحاره، يعني للبنات اللي موجودين ضمن انطاكيا في عنده كتير شغلات بتخص الزينه، انا على طول بشتري من عنده بصور لكم اياه اكثر من مره. اي شيء بيخص الزينه للبيبي لاي شيء كل شيء موجود عندهم. انا كنت عم باخذ هون هلا هدول شويه هيك غراض لازميني، وهذا كمان محل اسمه بهار كمان عند النهر العاصي مقابله بتطلعوا له هيك بدرج، كمان في عنده كتير شغلات كل شيء بيلزمكم كل شيء بيخص الخياطة كل شيء بيخص الزينة كله بتلاقوه موجود عنده. فأنا كان لازمني هيك شوية غراض بما أنه هيك قلت لكم عم بعمل شغلة مفاجأة كتير حلوة وهيك شغلة كتير حبيتها وأنه نستفيد منها لبعدين، ما بس أنه رح أعمل ديكور يضل عندي بس لرمضان وبعد رمضان أنه أشيله ونكون متكلفين فيه. فلا هلا أول شيء ما متكلفة فيه كتير، وتاني شيء انه ديكور دائم عندي عرفتوا، انه اخترت فكره انه استفيد منها لبعدين ما بس مشان رمضان، مشان هيك انتظروا الفيديو. روحي من واقفه جيت نقدر بو ريحة الكنافة بتغرف وريحة كل شيء بغرف. شايفين على هالمعاناة وعلى هالهيك الكلمة اللي طالعة من قلبي هلا عن جد حقي. أنا صايمة هون صايمين هيك الله يتقبل منا ومن الجميع يا رب، فإنه عن جد هيك وشميت الروائح
وما بوصف لكم ريحة الكعك ولا ريحة الكنافة ولا ريحة المعروك ولا ريحة كل شيء طيب عن جد ما بإيدي. فالريحة طغت على كل شيء. اللي بيجي على سوق انطاكيا وسوق حلب بيعرف ايش قد فيه هون. على فكرة كتير انطاكيا، ما بعرف إذا كل المناطق بتركيا، لا بعرف كل تركيا، مشهورين بالمعجنات كتير كتير عن جد. المعجنات عندهم لا يعلى عليها، يعني الروايح لحالة بتصحلك بتقلك تعي كليني، فمشان هيك حقي. هون هذا محل كمان على طريق الإكنجي، عنده شغلات حلوة بتخص رمضان على الشارع العام، حبيتهم كمان رح ناخد هيك شوية غراض منهم. وهيك قلت لكم عملت فكرات كتير حلوة، فانتظروا فيديو ديكور رمضان، يمكن ما فيديو جاي ينزل البعده حسب ما تخلص الشغلة اللي بموصي عليها. بس كتير حبيت هاي هيك تعليقة للباب انه تنحط هيك، كتير حلوة فكرة بصراحة. ما اخدت وحدة، كنت شوي مستعجلة، فرح ارجع واخد وحدة من هاي ان شاء الله، مو هاي التانية، مشان احطها على الباب هيك. حبيت انه اجواء نعبر انه فيها كتير هيك حلو هذا. ولحد هون بكون انتهى معنا الفيديو، واسفة كتير 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 اذا طولت عليكم الفيديو، بس حبيت اخدكم معي هيك بكل الاجواء واشارك معكم كل الاجواء. بحبكم كتير، واستنوني في فيديو جديد وعم بنتظر تعليقاتكم.